سؤال، جون مع منتخب يوصلك كاس عالم ولا جون يكسبك تشامبيونز ليج مع فرقتك في اوروبا؟ لا جون يوصلني كاس عالم طبعا. بالنسبه لك دي اهم؟ بالنسبه لك دي اهم طبعا من طبعا. كان نفسك تلعب كاس عالم؟ اكيد كان نفسي، ان انا واحد من احلام حياتي ان انا كنت اشارك في كاس العالم وانا بلعب. والجيل بتاعنا بصراحه يعني بالذات الجيل يعني اكتر من جيل، يعني انا كان ليا كذا تجربه في التصفيات مع جيل كابتن جوهري الله يرحمه والجيل بتاع كابتن حسن، كنا يعني قريبين دايما، كنا قريبين. السبب الرئيسي ان احنا ما كناش بنصعد كاس عالم في الاوقات دي هو تدخل السياسه في الرياضه او استغلال كره القدم في السياسه زياده عن اللزوم. ده كان بيحط ضغوط كبيره جدا على المدربين وعلى اللعيبه، وانا في رايي ان الضغوط دي لو كانت اقل كان ممكن ان مصر توصل كاس عالم. انا برضو شايف ان الاجيال دي كانت تستحق انها توصل كاس عالم طبعا. البنالتي بتاعت مصر ماتش كونغو، لو انت في الملعب وصلاح وحسام حسن واحمد حسن، كنت هتروح تاخد الكره تشوطها؟ طبعا هتروح تاخد الكره تشوطها حتى لو تاخد ريسك انك تضيعها. انا وانا عندي 17 سنه ماتش مصر والجزائر في عنابه 0-0 متعادلين، تغلبنا 3-1 الماتش. لا تعادلنا 1-1. كان اخر ماتش في التصفيات، كنا احنا نكسب والسنغال تكسب 1-0 بس الناحيه الثانيه، احنا جالنا بينالتي في الدقيقه 60 في وسط 50,000 في ملعب عنابه، وكان عندي 17 سنه، كان في الملعب فيه فطاحل يعني، وانا بشوط البينالتي ودخلت قلت لهم هاتوا الكوره مع حسام ومع كابتن حسام كل كان في حسن هتخش تشوط ما حدش فيهم يقدر يقرب من بينالتي وانا في الملعب. يعني همسك الكوره الوحيد اللي ممكن يتخانق معايا ويعني ياخدها مني حسام حسن طبعا اكيد بس حسام حسن في الموقف دي مش هشوط هيقول لي اتفضل انت حسب على مشاريع حسب على مشاريع. هو ده اللي حصل لي في ماتش الجزائر على فكره، كان في بركات وهاني رمزي وناس لعيبه كبار كلها وانا عندي 17 سنه. فلما مسكت الكوره فهاني رمزي قال لي متاكد يا ميدو؟ قلت له تشوط؟ قال لا انت متاكد؟ قلت له ماشي يلا. بس انت كنت دايما جريء الصراحه، وبالتالي دي كانت جايه عشان انت ابتديت تلعب من بدري وابتديت تلعب من بدري بره. كنت لسه بلعب في جنت لسه صغير طفل يعني، كنت اصغر من ابني الكبير. يعني كان عندي ثقه في نفسي. الموضوع بالنسبه لي معادله بسيطه جدا في الكوره، از لونج ان انت بتعمل احسن حاجه عندك فخلاص هتروح البيت تنام. فاهمني؟ لا انا عملت احسن حاجه عندي، انا موتت نفسي ضميرك ما 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 بخلتش على الفرقه ولا على بلدي او النادي بتاعي نقطه عرق او متر جرين زياده، عشان كده كفئت يعني. وسنتي دخلت ميدو، انت بتلعب في ايرلندا وتيريون دي حطها بالشكل الفج ده الواضح جدا ده، والحلم بتاع كاس العالم راح. لا الحكم مش هيطلع من الملعب طبعا، يعني لو في مصر هنا حكم يعني كرة فيها كان فيها ظلم كبير جدا، كان فيها استفزاز يعني.